حكيم باشا. يلا يا دي توقف بقى من هنا. منور يا كبير. ازيك يا عبوده؟ يا عم تسلم. خير يا كبير. عايز عربية يا عبودة بس يكون ورقها سليم. طب اديني يومين ثلاثة كده أظبطها لك، بس ده عشان أنت حبيبي يعني. يومين ثلاثة إيه؟ أنا عايزها دلوقتي. دلوقتي يا كبير؟ أنت عايزني أقلب لك عربية من الجراج ولا إيه؟ ليه؟ هو إحنا حرامية؟ هو أنت مش عربيتك سليمة؟ أنا عربيتي سليمة. طب هات المفتاح. مفتاح يا كبير. بص إحنا ممكن نقلب عربية من الجراج هنا عادي يعني. عبودة المفتاح. ألف شكر يا عبودة، طول عمرك مدع وصاحب واجب. ربنا يستر. ألو يا شاب، بقولك في بلطجية يكون كسروا علينا البيت وخطفوا بسمة. أيوة، وقالوا إن أنت تعرفهم كويس وتعرف توصل لهم كمان. إمتى الكلام ده حصل؟ من 5 دقايق كده. مين دول يا هشام؟ وفين بسمة؟ رحيم كويس؟ كويس اهو يا حبيب امه، ده اتفرط من العياط من ساعة ما خطفوه. انا عايزة بسمة يا هشام، هات لي بنتي يا هشام. يا بسمة اهدي. انا هتصرف. اهدي. طيب اقفلي دلوقتي وانا هكلمك تاني. يلا سلام. يا حبيبتي يا بنتي. بابا احنا عايزين نشتري حاجه. انا الكلمه دي بتغيظني جدا. ايه عايزين تشتروا اي حاجه وخلاص؟ وبعدين انتم الاثنين خدتوا مصروفكم خلاص. يا حبيبتي احنا كده العيال ليه؟ احنا جايين في الصحه. معقوله الكلام ده؟ خد يا حبيبي 10 جنيه 10 جنيه بس هنجيب بيها احنا الاثنين. ايه 10 جنيه بت؟ 10 جنيه كنت بصرفها في سنه ولا في سنكم؟ بس وكمان انتوا هتتأمروا. يلا خدوها وامشوا. يلا روحوا. ال 10 جنيه بت بت. ايه مركز مع ايه كده؟ مع الدنيا. صحيح انا قريت الخبر بتاع داليا حامد ده، والست دي ما اعتقدش ابدا ان يكون ليها علاقه بالمخدرات. انت تعرفيها منين؟ كانت بتديني درس السنه اللي فاتت في التنميه البشريه، وقعدنا فتره كده متصاحبين. ست في قمه الاحترام والاخلاص. عادي، ولاد الناس ممكن يغلطوا. يغلطوا ماشي، لكن مخدرات مستحيل. وبعدين انا اعرف ان هي كانت مخطوبه لرجل اعمال مهمه قوي على ما اعتقد اسمه زياد. عماد. بالظبط عماد. هو عملت ايه في عرض صاحبك؟ عرض ايه يا حبيبتي؟ العرض بتاع شركه الامن الخاصه. انا عملت سيرش عن الموضوع والموضوع طلع مربح جدا، هينقل حياتنا. أميرة أنا معرفش غير إن أنا أكون ظابط. ما هو يا حبيبي ما يا أميرة قلت لك 100 مرة قبل كده، المسألة بالنسبة لي مش مسألة شغل. أنا بعمل حاجة مصدقها أوي، وبحمد ربنا إنه إداني فرصة عشان أخدم البلد دي. ده كرم منه. أنا بعمل كده عشان ولادي، عشان بكرة يبقى أحسن. وأنت اتجوزتيني كده، وهفضل كده لحد ما أموت. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. حتى ده يا حبيبتي مش شر. لو هموت عشان خاطر البلد دي يبقى كرم من ربنا، ودم يروي ارضها. فهماني ولا مش فهماني؟ يا عمر انت. ايه ده؟ انا لا عايز صوت ولا عايز نهنها. ها؟ يوه، بقول لك ايه؟ الراجل اللي جوه ده ما يعرفش اي حاجه. ها؟ ولا يعرف حاجه عن الموضوع. طب رجع لي بنتي يا شيخ، وانا بشرف امي ما هفتح بقي بكلمه. هترجع يا ام بسمة، هترجع. شرف امك لا ترجع. اهلا 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 ام السنيوره. الله، امال فين نجمه الجماهير؟ عندها تصوير اليومين دول يا حاج. تصوير. الساده ياض، انت راجل وبتسمع كلام ابوك وبتعرف تتصرف صح. قلت لك اجري ياض لم مراتك، رحت ما لقيتش مراتك، لميت امها بسرعه. هو فين؟ الحاج كان بيوصيني عليكم يعني. بقول لك يا حاج،
ما بس ما تقعد معانا اليومين دول كده هنا. فين؟ هنا يا حاج في البيت. في البيت هتاخد بالها من رحيم الصغير. طبعا. وانا بقى هقضي مصلحه كده وهاجي على طول. ها ماشي يا ام السنيوره، ان شاء الله بتعرفي تطبخي ولا زي بنتك كله نواشف؟ انت اتأخرت كده ليه؟ افتكرتك رحت من غيري. ده انا وعدتك ولو اني عارف ان المشوار مش سهل. بس انا مش هقعد هنا لوحدي. وانا مش هسيبك، هتفضلي معايا على طول كده امان لك. احنا لازم نتحرك دلوقتي حالا. البسي دول. رحيم، انت لما طلبت مني امساك انا ما عرفتش. عارف ليه؟ لان اصلا ما حاولتش. ايوه جايه. في ايه؟ بالراحه الباب. ابوكي فين؟ طب يعني صباح الخير. ابوكي فين؟ اتفضل جوه هندهولك. طب وسعي. انا مش فاهمه هو في ايه دن 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 على الباب. روحي اندهي يا حلمي. هو في حاجه؟ روحي اندهي يا حلمي. هندهولك. الموبايل اهو، مكالمه واحده بس وتكون قصيره. اتفضلي. ماشي. مالك يا هشام؟ أبو أرض خطف بسمه. إيه؟ كنت لسه عمال أفكر هنهبق عليه إزاي؟ ومين هيطلع معانا الطلعة دي؟ لا هنطلع ولا هنهبق، جمع رجالتك ويلا بينا. أقطم. خلاص ما ينفعش، بسمه عنده وفي أي وقت ممكن يخلص عليها. معاك تليفونه؟ معايا الزفت ده. قول له اني ممكن اطلع جتة امه من تربتها واحرقها لو هي اللعبه كده. اخرس اخرس. ورده يعني مش هياكلوا معاه الكلمتين دول. ده ممكن يجيب لك الجهاز اللي ولع بيه في امه. وربنا بقى. اخرس. خد. ايوه ابو ورده. معاك حلمي. حلمي العجاتي. بلغني حوار هشام السيوفي. ماشي ماشي، انت ليك حق اكيد وهتاخده، بس احنا يعني من امتى بندخل النسوان في شغلنا؟ ماشي ماشي هجيلك. سلام. ايه بيشرط علينا؟ بيتأمر. ما انت السبب يا حلمي. اصلا انا فاهمك. لا اصل ولا فصل بقى، اقطم. الحوار ده لازم يخلص وبسرعه، اذا ما كانش عشانك عشان خاطر البت الغلبانه دي. بس المهم بقى ما تتصرفش من دماغك تاني. امين. ما تبصليش. امين. امين. الو الو ماما، انت وحشاني قوي قوي. داليا يا حبيبتي، انت اللي وحشاني قوي. انت فين؟ انت كويسه؟ انا كويسه الحمد لله، ما تقلقيش. داليا يا حبيبتي، انت مع رحيم؟ تبقي معايا. داليا يا حبيبتي أرجوكي ترجعي، رحيم هيورطك. ما تقلقيش يا ماما، أنا عارفة أنا بعمل إيه. أنا هفضل خايفة وقلقانة عليكي كده لغاية ما ترجعي لي. داليا يا حبيبتي خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما حاضر. باي. ربنا يحميكي يا حبيبتي. العميد أحمد الديب من الأمن الوطني.